خلونا نبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، أكد خلاله أن الرئيسان بيعتزوا بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تربط ما بين البلدين الشقيقين. كمان فعلا امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 ده خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل. تفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى امبارح اتصال هاتفي بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، أكد خلاله الرئيسان اعتزازهما بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة اللي بتربط بين البلدين الشقيقين، مشددين على التزامهم بتعزيز العلاقات الثنائية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول في ذلك الإطار تطورات عدد من القضايا بالقارة الإفريقية، وأكد الرئيسان مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون بين دول الإقليم وترسيخ الاستقرار واحترام سيادة الدول في إطار الجهود الرامية لتلبية تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المخصصة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية بين كل من شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية وشركة موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد تأكيد الاستعداد على مختلف المستويات والتنسيق بين كل الأطراف والجهات المعنية لاستضافة المنتدى والخروج به على النحو الأمثل أمام العالم. كما تم استعراض الموقف الحالي للحاضرين والمدعوين، وتمت الإشارة إلى أن هناك أكثر من 24 ألف شخص من 180 دولة قاموا بالتسجيل للحضور والمشاركة في المنتدى. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، نجحت قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية في الفترة من 1/9/2024 حتى 18/10/2024 في توجيه ضرباتها الناجحة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري. وبتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ليلاً ونهاراً لإحكام السيطرة بالمنافذ والمعابر الحدودية للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العناصر الإجرامية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية نظمت فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة المقيدين بدورات كليتي الحرب العليا والدفاع الوطني، واللي بيأتي في إطار خطة الأنشطة العلمية والثقافية اللي بتنفذها الأكاديمية لدارسيها تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وده بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء التمثيل العسكري الـ40 دولة من الدول الشقيقة والصديقة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والإعلاميين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع كافة المؤسسات التعليمية بالدولة لتنمية قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة من شباب مصر، نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لقيادة قوات المظلات. تضمنت الزيارة عرض تقديمي عن نشأة وتطور قوات المظلات، أعقبها المرور على بعض الأنشطة التدريبية للمقاتلين بميدان التدريب على الاقتحام الجوي ومحاكي التدريب على السقوط الحر بعمود الهواء، بالإضافة لمشاهدة أنشطة القفز الحر ومعدات الدلتا بمهبط قوات المظلات اللي أظهرت مدى الكفاءة العالية والحرفية في تنفيذ كافة المهام.